أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يخرج فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين
فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام.